بس هنا يا فندينا. هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا لا لا، انزل لوحدي، خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك، خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك. ما انا عارفك غبي حك، يتوب عليك ربنا. خد ياض. النهار ازرق. وده شاطرة. نعم. بالراحة يا بنت، بتبولي كده ليه؟ تعرفي تقري؟ ايوه. طب اقري اليافطة دي. دي ولا دي؟ اقري اللي فوق. انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعالي شاطرة. نعم. يا بنت بالراحة. مكتوب المحترم. ايوه. ورمز الوطواط. ايوه. تشكريني يا ابلة. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط. تخافوا عزيزة عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا. والله ما صدقت وقال انك جاي. يا اهلا يا اهلا. بجاش. معقولة يا فندينا؟ وشرفنا مقرنا المتواضع. قوم يا سونيا. المحترم. مقركم المتواضع المحترم. حسب امر اليافطة. اهو ده يا سونيا، اهو ده يا حبيبي. ماله زي بيتك؟ محترم. أمال بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا بجاشي ده؟ ده انت بقيت ولا نجوم السيما. كل صورة بوضع. اهو كله أكل عيش يا فندينا. وأنت السادق كله شمال. أكيد مجايتك هنا وراها كلام كتير يا فندينا. خدمة. قصاد خدمة. والحساب يجمع. وماله؟ رقبتي. في واحد يا بجاشي هديك اسمه، عايز اعرف عنه كل كبيره وكل صغيره، اصله فصله، يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول. الاولانيه سؤال والتانية اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. انت هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزيت افراح وانت كنت بلطجي افراح. يعني لا مؤاخذه في ترعه موصوله ما بينكم. ها. تعرف ايه عنها؟ كل خير والله. ومن ساعة ما اتجوزت الخال وهي في حالها، حتى الترعة اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال. اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره، داير وراها وجه الخال وقش. دلوقتي جه وقت الاتفاق. الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا. سر. وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانه، حتى لو تمنها رقبتي. ايه قولك؟ استبينا يا فندينا. قولي اسمه ايه بقى؟ ولع يا حبيبي. العمروتي. مالك يا بيت؟ بتخشبك انا ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك على دقني وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي، كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس رجليك والنبي. يا بنت قومي، مش شايلين ذنب، انا مش قد. قوم الله لا يسيك، انا مش ناقص.
يا معلم انا غلبانه وحدانيه ومليش حد في الدنيا ومش حمل ازايا. ومين جاب سيره الازايا دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه ولا الحكومه قدي. ويقدر على القدره اللي ربنا. فاهمة يا بنت؟ يا بنت ما تخافيش، ما تخافيش. انا لو عاوز اتويكي كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جرم. معلم انا انت بنت طيب. طيبه. انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسه مساج وكام ضحكه ميصه وكام نظره رضا؟ بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمه من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايزني اعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، ولا اي حاجه. اللي انا عايزه انت عملتيه خلاص. يعني يا بنت انا اللي كنت مشغلك عند الحكومه عشان يوصل لها اللي انا عايز اوصله. بصراحه انت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده انت تستاهلي مكافاه نهايه الخدمه. مكافاه؟ عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هتبقى ودي يا معلم. هتجوزك